أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. لتكن مشيئتك بنرددها كل يوم في الصلاة الربانية، لكن هل بنعيشها؟ الست العذراء عاشت لتكن مشيئتك. مثلا في ولادة السيد المسيح لكل المجد، ولدت فين؟ طبعا أي حد يتخيل أم الإله تولد فين؟ في الآخر ما تلاقيش ولا بيت يقبلها تولد فيه، تخبط على بيوت عشان حد يفتح ويقبلها، في عز الشتاء ما حدش يقبلها، في الآخر تولد في مزود حقير وما تتكلمش وتقول له لتكن مشيئتك. بعد الولادة يظهر الملاك ليوسف يقول له اهرب. اهرب ليه؟ أصل هيرودس عايز يقتل الطفل. ازاي يقتل الطفل؟ انتوا مش عارفين ده مين؟ ده ربنا، وانا ام الاله، ده ربنا ممكن يرسل نار تاكل هيرودس وكل اعوان هيرودس. لكن هي تقول كده ابدا، هي تقول حاضر يا رب زي ما انت عايز، لتكن مشيئتك. تروح مصر، تفضل مطروده من مكان لمكان، كل ما تدخل مكان الاصنام تقع يقول لها امشي انت بتعمل لنا مشاكل، وتتنقل من مكان لمكان لمكان، وتعيش مطروده من مكان لمكان، تعب 3 سنين وشويه، تعب لتكن مشيئتك. الملاك يظهر ارجعوا اصل هيرودس مات. ليه؟ هو انت رب مش قادر كنت تحمينا حتى وهيرودس موجود وعايش؟ لكن هي تقول كده ابدا، تقول ايه؟ لتكن مشيئتك. الست العذراء بتقول لنا سلموا حياتكم لربنا ولتكن